ألقى واقع المشهد السياسي في سوريا بظلاله على اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين المنعقدة في بطرسبرغ، ومع كون القمة اقتصادية إلا أن الموقف كان ساخنا حول المشهد والذي شهد انقسامات حول الضربة العسكرية الموجهة لسوريا، كما أكد بذلك رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشار إلى أن تدهور الوضع في سوريا يستدعي إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة، مضيفا أن الحل العسكري لا يمكن أن يحقق السلام أو يوقف سفك الدماء. وأعلن مون أنه على الرغم من المخاطر التي تواجه الموظفين الأمميين في سوريا، إلا أن الأمم المتحدة وشركاؤها يعتزمون البقاء في البلاد ومواصلة عملهم. في حين وصف المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن الأزمة السورية وصلت إلى مرحلة أصبحت تشكل تهديدا للمنطقة والعالم بأسره، وحذرت الصين على لسان نائب وزير المالية تشو كوانجياو أن العمل العسكري سيؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، منها ارتفاع أسعار النفط. إلى ذلك، ذكرت وكالة ويندفراكس الروسية للأنباء أن روسيا أرسلت سفينة إنزال أخرى باتجاه السواحل السورية، حيث سيجري تحميلها بشحنة خاصة، وستتجه إلى منطقة الخدمة العسكرية المحددة في شرق البحر المتوسط. وكانت روسيا تساندها الصين استخدمت حق المقذف فيتو 3 مرات لعرقلة قرارات ضد حكومة الأسد وفرض عقوبات عليها. لقي 7 أشخاص